اليوم عندي مهمه وهي يعني نهايه العهده هذه نتاعنا اللي ان شاء الله تخلص في مارس 2021. احنا نتمنى ان شاء الله باش السنه ونص هذه اللي ما زلت لنا في العمل يعني نعملوا كما نقولوا احنا نرفعوا من السرعه نتاع العمل باش نجسدوا كل المشاريع اللي انطلقنا فيها وهي مشاريع عديده. ولهذا زياده على ذلك كاين تصفيات كاس افريقيا الحمد لله اللي انطلقنا فيها بصفه جيده مع زوج نتائج إيجابية، ولكن انطلاقة تصفيات كأس العالم إن شاء الله من مارس 2020 هذا يعني مشروع مهم، لأن من رغبتنا وكل رغبة الشعب الجزائري باش نمشي وإن شاء الله لمونديال قطر 2022. وزيادة على كل المشاريع إن شاء الله اللي راهي حابين نجندوها يعني نكملوها.